الو، انا بخليهم تحت سيطرتي عشان محدش منهم يكبر وياخد مكاني غير لما انا اقرر اسيب المكان ده. ايوه بس مش هينفع تتهمه بحاجه زي كده لانه هيقول ان انا كنت عارفه. فاسم يور سيت بيلت. خلي بالك، حد كلمني من رقم ما بيظهرش ومطلع عين امي. شايف يا وسخ شريف ازاي وانت جاي تهددني وتبتزني؟ امال الوسخ يبقى عامل ازاي؟ هيقول لعلي اني كنت مدمن. انا شفت كل حاجه ومش هستريح لما اقول لك اللي انت عملته. الغبي هو اللي بيولع النار اللي ما يعرفش يطفيها. عايزك تجيب لي قرار امي. مين اللي بيكلمني في التليفون؟ رقم مجهول في رمضان على CBC.